فإذا ما رتب الإنسان هذه الترتيبات يستعد بعد ذلك بدنيا وعلميا للحج، يفحص فحصا طبيا هل هو لائق للحج أم غير لائق، فلا يذهب هكذا. ربما البعض يعني لديه مرض لا زال لم يكتشف، وإذا به بعد ذلك يعني عرف، فلذلك لا يذهب هكذا، وإنما يفحص طبيا ويأخذ وكما يعني ويأخذ التحصينات العلاجية. ما إذا قالوا عنده تحصين علاجي قال برائحة غيب صاهل برائحة كيزون أبها دائما هلكون أبها وتسوي لنا حمى، لا، هذه تحصينات علاجية، تحصينات علاجية. من الأجسام ومن الأجساد من يعني تتأثر بالعدوى الأمراض، فر من المجدون فرارك من الأسد، وهذا ما حدث لبعض الناس عندما وصلوا إلى تلك الأماكن، وقد يكون في بعض الأماكن وجود بعض الأمراض المنتشرة حمى وما شابه ذلك فتؤثر على أجسادهم لأن ليس لديهم مقاومة، وهذا ما حدث عندما رجعوا. قيل أن البعض تأثروا عندما ذهبوا هنالك بسبب عدم التحصينات. وعندما نقول هذا لا نقول فقط الحج، ربما في الحج تهتم مثلا السلطات والحكومة بمسائل التحصينات، أما في العمرة هذا الشيء راجع مسائل نفسه. لذلك أنت لابد أن تفحص نفسك وأن تأخذ التحصينات العلاجية، كذلك تأخذ الأدوية والعلاجات إذا كنت تتعالج عن بعض الأمراض عافانا الله، أيضا خذ هذه العلاجات والأدوية. لا تقول بعد ذلك أو كان ما جاب لنا الحبوب، بعد ذلك تتذكر. أنت أول شيء هذا رتبها ضبطها أول شيء. ولذلك لماذا يعني من ضمن الأشياء لما يأخذ الإنسان النقود الكافية ربما لم يأخذ الدواء فيضطر هنالك يأخذ الدواء يشتريه، أو يعرض نفسه لهناك للعلاج ولو كان بعلاج مبالغ، ويشرح ظرفه لماذا، لأنه لم يأخذ الأدوية، وهذا إنسان معصوم عنه ربما ينسى، لكن عندما يأخذ الزاد الكافي والنقود الكافية يستطيع أن يدبر هذه الأمور. كذلك الاستعداد العلمي بالقراءة في أحكام الحج وفي مناسك الحج، بحضور محاضرات، حضور محاضرات. إذا قيل محاضرة حج يفرون، أزين حجاج بيت الله، حجاج بيت الله أين هم؟ حجاج بيت الله بيصير يتعشيته أنت يقين، وبيصير يرمسه، وبيصير يسولفه، أو بيصير يضرب لفه ودوره، ربما يقول هذا ما عنده شغل كيف يسوي ده. هم كذي يقول ربما بعضهم، ولكن أنتم حجاج بيت الله لماذا تذهبون؟ حضور محاضرات، الاهتمام بالدورات العلمية، الاطلاع على المقاطع العلمية في هذا الأمر، أو إن مثلا عندما تنشر المقاطع لا يقرأون العجب، لما ننشر مقطع عن مسائل يعني أحكام فقهية وكذا بعد يوم أو يومين أو في نفس اليوم يسأل السائل ما حكم كذا وكذا، طيب أرسل مقطع كامل وفي كل شيء موجود، قال أنا حقيقة ما اطلعت عليه ما سمعته، زين سوى صح عندك مرتين وأخضر، قال صح لك ما فتحته، أو زين وزعته ما شاء الله ما قصرت وموزعنه، لكن هو وحده ما مطلع عليه، فهنا يحدث الخطأ، هنا يحدث الخطأ. يجي بعد ذلك يسألوه، هو موزع المقطع، يجي يسألوه ما حكم كذا وكذا، يقول لحظة سيسأل ما حكم كذا وكذا، زيت مرسول في المقطع، قال أنا ما اطلعت عليه، أو ما اطلعت عليه إذا ما تتلقى أسئلة، وبعدين تقول ما حكم كذا، يعني كأنه جهل مركب. فلذلك الإنسان لا يتغافل عن هذه الأشياء، وإنما يستعد استعدادا كاملا يقرأ. ولما نقول يقرأ ما يقرأ يعني أشياء بسيطة فقط، خصوصا إذا كان الحج، وإذا كان الحج أول مرة تذهب يقرأ كتب يعني مجلدات علمية، ما تكتفي ببعض الكتيبات مختصرات صغيرة أو مثلا سؤال من هنا وهنا وفي الواتساب جاي سؤال وجواب، وإنما يقرأ هنالك مسائل دقيقة تقول أنت لا تقع وتتفاجأ أنها تقع في الحج، بل قيل أن هنالك من الفقهاء والعلماء من يقعون في مسائل الحج وهم يعلمون الأحكام، لكن بسبب التعب والإرهاق والإشغال ينسى الإنسان ويقع، لكنه لأنه فقيه يرجع إلى المسألة.
ويتدارك نفسه إما بكذا وإما بكذا. لكن الجاهل هين يدارك نفسه؟ ماشي ما يعرف شيء، خاطف كذاك بعدين عاد جاي يسأل، وللأسف إنه جاي يسأل يوم راجع مو علي كذا وكذا، عاد من خلص العرس قد شاب يرقص في حين جاي يسأل، ولا قبل ما يسأل. وما شاء الله بعض الناس متواصلين حتى في الحد، وفي هنا لما يكون هناك يسألوا من هناك. لماذا؟ لأنهم حتى ما يعني يترتب عليهم أشياء وهم بعدهم يعني وهم راجعين، أفضل هم موجودين هناك ويعني يخلصوا أمورهم وهم موجودين في ذلك في تلك الأماكن. نعم.